وفي الثقافة، باحت سارة اختيار ملكة جمال أريانا بأسرارها في سارة رمضانية بإحدى الفضاءات بتونس العاصمة. ملخص هذه السارة التي تندرج في إطار مهرجان أريانا نقدمه في هذا التقرير. هن ثمان فتيات اخترن المشاركة في مسابقة ملكة جمال الورد بأريانا أملا في الفوز بهذا اللقب والمساهمة في نظافة المدينة ببعث مشاريع بيئية. جينا كل شنو بلا التيتر هذا اللي يعنينا برشا، اي وحده حلمها تكون ملكه جمال اريانا تونس اي حاجه. نحب نكون مشهوره اني نشرف بلادي، مشهوره بحاجه باهيه نمتاز بها. كما اي طفله واي كانديدات تطمح للتيتر، وان شاء الله ربي معنا الناس الكل. المترشحات لبسن في سهرة الجمال فساتين عصرية بلمسات تقليدية في عروض أزياء سبقت الإفصاح عن أسماء الفائزات. خايفة برشا 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 برشا، كنتروني الخوف سبا معنا. الثقافة العامة والجمال الخلقي والخلقي وكذلك الأفكار التي تحملها المترشحات للمساهمة في تحسين الوضع البيئي في ولاية أريانا معايير اعتمدتها لجنة التحكيم في عملية الاختيار. تقدر هذا مسؤولية مش لا تصور على الفيسبوك لا على الانستغرام، بالحق إن شاء الله نكون قد المسؤولية وأكثر، وعندي رسالة إنسانية إن شاء الله باش نقدمها بالبروجي نتاعي اللي باش نعمله. والله حاجة باهية، فرحانة هنا اللي ربحت اليوم وإن شاء الله نعطي الفلوس. أكثر من هكا فرحة في وجهي ما تشوفش راهو. فرحانة على الآخر ونتمناها لكل طفلة تونسية وكل مرأة تونسية راهي ميس. ملك جمال الورد بأريانا معناتها سفيرة بيئة، معناتها جميل تحاول تخدم مواضيع ما يخص البيئة. ملكة جمال الورد هي واحدة من فقرات عيد الورد بأريانا، هذا العيد الذي تتواصل فعاليات دورته 23 إلى غاية 25 من هذا الشهر.